خير مرة ثانية، ورح ننتقل لأولى فقراتنا اليوم. يمكن رشا، العاملين والموظفين إن كان بالقطاع العام أو الخاص، قد إيه ممكن ياخذوا حقهم بالتقييم؟ سؤال محرج على الهواء، ولكن نحن بحاجة دائما للثناء أكيد عفاف يعني. فاليوم موضوع التقييم جدا مهم مثل ما قلتي بالمؤسسات العامة أو الخاصة، يعني هذا الشيء له انعكاس جدا إيجابي على سير أداء العمل الوظائفي وأداء العمل المؤسساتي، ونشوف نتائجه على الأرض بالسلبي أو الإيجابي. أكيد يا عفاف، اليوم رح نضوي على هي النقطة اللي بتهم جميع العاملين، ومثل ما أن أحيانا الكلمة بتجبر وبتخلي هذا تجبر خاطره وبتخلي هذا الموظف أنه يشتغل من قلبه ويقدم الأفضل. اليوم شو هو التقييم ضمن المؤسسات؟ رح نطرح هذا الموضوع مع ضيفتنا لليوم، وهي أخصائية بعلم الموارد البشرية السيدة شيرين قسومة. يسعد صباحك سيد شيرين. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيكم. الأداء وهي القصص تفاصيل كتير رح نحكي فيها هلا، وكتير من المشاهدين يمكن رح يستفادوا من هاي المعلومات يلي رح تقدميها. بس خلينا بالأول نعرف شو هي الآلية يلي بتتبعها كل شركة أو مؤسسة لحتى توضع أهداف وتكون نتيجتها خلينا نقول مؤكدة إنه رح تصير. هلا موضوع تقييم الأداء هو شيء كتير مهم ومفصلي بإنتاجية الشركات المؤسسات، وبالتالي مثل ما قلتوا قطاع حكومي أو خاص هو التالي أوطان اقتصادها كلها بيتغير على هو تقييم الأداء. كيف بتصير هي العملية؟ وهي بتصير مثل ما قلت لكم بكل المحاور، يعني إذا كنا عم نحكي على محاور إنتاجية أو خدمة زباين أو حتى قطاع حكومي، تجي الإدارة التنفيذية أو أعضاء مجلس الإدارة بيقولوا إنه نحن شو هو أهدافنا، شو حابين نحقق. خلينا نبسطها للمشاهد، نقول مثلا نحن شركة بتنتج قهوة سريعة التحضير النسكافيه، نعم، وقلنا انه نحن السنة بدنا نكون رقم واحد بالمبيعات والتواجد بسوريا، تمام؟ في شيء اسمه كي بيرفورمانس انديكيتور، مؤشرات مقياس الأداء. هذا الهدف بتقعد الإدارة التنفيذية بتحلله، كيف نقدر نحن نكون الأوائل في السوق السورية لهذا المنتج؟ يمكن تطلع منه انه نحن لازم نغير التغليف والتعبئة، يمكن بدنا نغير التصميم تبع المنتج، يمكن بدنا نغير الوزن تبعه، يمكن بدنا نعدل بالنكهة حسب الذوق الشعب السوري، يمكن بدنا نعدل بالسعر، تمام؟ بدنا نطور مثلا التسويق تبعنا، خطتنا التسويقية، الدعاية والإعلان، تواجدنا بالمحلات أو بالبازارات أو طريقة عرض المنتج حتى على الرفوف بالسوبر ماركات الكبيرة. لما بشي أنا بحط هدول الأشياء رجع شو طلع منا؟ معناتها أنا تعدل التصنيع، تعدل نوع المنتج، تعدل كتير أشياء. كل هدول القصص بيجوا مدراء الأقسام، كل واحد فيهم بياخذ البارت تبعه، الشقفه تبعه اللي خاصه فيه، تبع التسويق شو لازم يعدل، تبع المنتج والتصنيع شو بده يعدل، خطه التسويق، خطه التوزيع، خطه المبيعات، كل واحد فيهم بياخذ الجزء اللي هو مسؤول عنه ليحقق الهدف الاكبر. بجي انا بقى كمديره قسم بقعد مع الموظفين تبعي، تمام؟ نحن بدنا نكون الاول بالمبيعات للقهوه سريعه التحضير في دمشق. معناتها نحن بدنا نعمل داتا عن كل شيء في محلات، عن كل شيء في مستهلكين، عن مين الشريحة المستهدفة، تمام؟ بده يسكب على هالخطة العريضة بقسم المبيعات مثلاً، بده يرجع يطلع منها أهداف أصغر وأصغر وأصغر، وهالأهداف بتصير مثلاً عفاف ورشا وشيرين كل واحد بقرنته وبالمنصب تبعه بهالقسم شو دوره بتحقيق جزء من هالهدف لنصل للهدف الأكبر. منوصل على شيء اسمه الأهداف الشخصية، لازم تكون اسمها Smart Objective، Specific, Measurable, Achievable and Time Bound، يعني لازم تكون منطقية قادرة نقدر نحققها، يعني ما لا خيالية، أكيد. مرتبطة بزمن معين،
يعني انا ما فيني اقول بدي ارفع مبيعاتي، لا انا بدي اقول بدي ارفع مبيعاتي بالربع الاول من العام 2024 بنسبه 3% للمنتج الفلاني. فانا حددت شو هدفي، ربطته بعامل زمني، ربطته بفجر برقم اقدر اعرف فعلا اذا انا حققته او ما حققته. فبالتالي بعلم الموارد البشريه ما بيقدر مديري المباشر اذا هو في شيء شخصي بيني وبينه بالمؤسسة يقول اني انا ما حققت الهدف، لما بيكون الهدف كتير واضح ودقيق ومربوط برقم وزمن. فانا بعرف حالي تماما شو مطلوب مني، ومديري ما بيقدر يقول اني انا ما حققت هذا الهدف في حال انا حققته. وحتى لما بيكون ما في مبيعات، نحن اوقات بنفكر انه طب اذا نحن عم نحكي على خدمة زبائن كيف بدنا نقيم إذا أنا حققت الهدف أو ما حققته؟ شركات الاتصالات لما بلشت بسوريا ورفعت من مستوى خدمة الزبائن بسوريا كان في برامج تدرس تون الصوت والموظف عم يحاكيكي لتستشيري أو تسألي على خدمة تفعيل باقة أو على مشكلة صايرة بتليفونك، هو عم يتقيم على عدد المكالمات اللي عم يستقبلها بالنهار، على طول الزمن يلي عم ياخذوا المكالمة، على عدد المكالمات يلي سكرت والعميل كان راضي، على عدد المكالمات يلي ما انحلت فيها المشكلة، وعلى هامش الخطأ اللي ارتكبه. فحتى أكثر الأشياء اللي نحن بنشوفها صعب تقييمها يلي ما لها برأينا مبيع وشراء وإنتاج وصناعة، كلها بعلم الموارد البشرية هي قابلة للقياس. متى ما نحن حددنا هدول الأهداف وصارت رشا وشيرين من أول السنة بتعرف تماماً شو مطلوب منا. الأهم من العلامة تبع آخر السنة هي الرحلة، يعني هي الإنتاجية خلال العام. نحن أكيد بهمنا نزقف لبعض آخر السنة ونقول نحن حققنا، بس نحن أصلاً كل هاي القصة عاملينها لشو؟ لحتى نرتفع بإنتاجية الفرد والمؤسسة وبالتالي اقتصاد وبلد. الأهم هو الجورني، الرحلة، أني أنا أقعد مع هالموظف كل كوارتر، كل 3 أشهر اتناقش أنا وياه شو حقق شو ما حقق، وين كان عنده صعوبات. ممكن هالصعوبات تكون أنه هو عنده مهارات لازم تنصقل، وبالتالي أنا واجبي كمدير علمه أو حطه بدورة تدريبية لساعده تسقله مهاراته. يمكن بده دعم مني بمواقف معينة لأقدر ساعده على تحقيق الأهداف. يمكن أنا قرر أثناء هالرحلة تبع العمل أنه أنا أشوف أنه في حلقة مفرغة بدورة العمل بدها تعديل، وأنا أعدل منصب وظيفي أو ألغي منصب وظيفي أو زيد عدد التوظيف بأراني معينة أو قللها، تمام؟ أو لقي أنه في مشكلة بالتواصل مع قسم آخر فأنا عيد التواصل. فأنت أثناء رحلة العمل كل هيكلية العمل عم تتأثر، من عدد الأفراد لطريقة التواصل للتعاطي لهيكل التنظيمي لمين ريبورتينج لمين. فهي رحلة يومية عم تسكب بكل اتجاهات العمل وعم تطور الشغل. ودائما بعلم الحياة وبعلم السياسة وبالأديان في ثواب وعقاب. حتى لما أطفالنا بيكونوا بالبيت دائما لما بدك تطلب الإنتاجية الأعلى من الموظف كمان، غير انه انت عم تطوري مثل ما قلنا هلا طريقه العمل وكذا وكذا، فانا بدي اعرف واتس ان ات فور مي، ليش انا بدي حقق الهدف؟ انا اذا كنت مالي كسوله مثل رفيقي اللي جنبي اللي ما حقق الهدف، شو حتفرق حياتي المهنيه عن حياته؟ وهون بيجي البارت الثاني من التقييم، انه انت حترتقي مهنيا، حتتطور مهاراتك، حيعلى السي في والسيرة الذاتية تبعك، وبالتالي حينعكس على الكومبنسيشن ان بنفت، على المزايا والمنافع تبعك، على تطويرك المهني، على راتبك. فهي وبعدين دائما نحن كمدراء كنا ندرس كثير شيء اسمه الوات والهاو. يعني اذا انا قسمي حقق الهدف بس انا كل موظفيني تعساء وعندي معدل دوران وظيفي عالي، نعم، فبالتالي الموظفين ما لهم سعداء او استقالوا او مضغوطين، تمام؟ معناتها أنا حققت الهدف بس أسأت للأفراد. على حساب الأفراد. على حساب الأفراد. تمام. معناتها أنا كمان بدي أكرش العصاية بالنص وأعرف كيف أعمل إدارة إيجابية، إني أنا الوات والهاو، كيف وماذا؟ أنا حققت وبطريقة راقية. فأنا كمان حافظت على موظفيني، معدل الدوران الوظيفي عندي قليل، كنت عم حضر دائما الناس وطورهم بشكل أفقي أو عمودي. فموضوع التقييم ما بتتخيلوا قديش مشعب وقديش بينسكب على الفرد، على الإدارة، على المنتج، على الإنتاجية،
على الربح وبالتالي على الأوطان والاقتصاد. طيب ست شيرين، بعد ما حكينا هيك عن آلية الأهداف وضع الأهداف، واليوم ربطنا المدة الزمنية بتحقيق الهدف هو أهم وأحد شروط يعني نجاح الهدف، خلينا نروح للتقييم اليوم هيك نتوسع بالإيجابيات. هذا الفرد اللي عم يشتغل ضمن بجوز اليوم عم نشتغل بضمن إمكانيات جدا محدودة، ولكن نحن مطلوب منا هدف مفروض نشتغل عليه. هذا التقييم إن كان بأول السنة أو نهاية السنة، شو هو أثاره والإيجابي إن كان على الفرد على المؤسسة وبالنهاية عم نحكي اقتصاد ووطن؟ للأسف كل المدراء بيقعوا بمصيدة الوقت، وإنه هو بيهمل هذا الموضوع وبينطر لآخر السنة ليقعد على الموظف مع الموظف وليبلش يحكي ويتناقش هو وياه، وبيتفاجأ الموظف انه مثلا مديره غير راضي او عنده ملاحظات وبيحبط الموظف وبيتأثر سلبا. المفروض المدير ما يخاف من مواجهة الموظف، انا كثير بشوفها بالموارد البشرية انه المدير عنده ملاحظات على الموظف بس هو ما بده يحاكيه بشكل مباشر ويتركه لآخر السنة ليجي يقول انه انا ما بدي اياه او ما بدي جدد له عقده او انا غير راضي عن ادائه او ما بدي زد له راتبه مثلا. هذا اساءة اداره من المدير، والموظف بيكون هو بحاله انه هو ما بيعرف حاله اصلا، هل هو عم بيقوم بالصح او لا، فهو كمان مظلوم. لازم تشدد ادارات الموارد البشريه على انه يكون في تواصل دائم بشكل مثل ما قلت لك مباشر يومي او ربعي، وانه انا اشرح بكل لحظه شو المتوقع منك وانه انت شو لازم تعمل، وانت ترجع لعندي بفيدباك معاكس بكل لحظه حسيت حالك انه انت مالك قدران الحقيقة، وانه هي مو لنخوف فيها الموظف، هي لنساعد الموظف لنصل نحن وياه تصحيح للهدف، هي تصحيح مسار. لانه انا اليوم كمدير اذا كانت رشا عندي بالفريق ورشا ما عم تنتج صح، معناتها انا بده يجي مديري كمان يلاقي انه شيرين ما عم تنتج صح، لانه انا ورشا فريق واحد، اذا حدا من هالفريق كان عم يقصر معناتها كل قسمي مقصر، معناتها انا كمان مقصره، معناتها حيجي وقت كمان انا اقعد مع المدير الاعلى مني وتقييمي ما حيكون صحيح كما يجب. فهي حلقه مثل احجار الدومينو الافكت تبعها، انه كل حدا يكون عنده الوعي يفهم انه هي مو لحتى نكسر بعضنا ولا لحتى ناذي بعضنا، هي لنرتقي مع بعضنا ونساعد بعضنا لنحقق الهدف. هي تيم، يعني نحن فريق. تمام، خلينا هيك نقلب الأعين ونروح لعند الأشخاص الفاعلين كتير الشاطرين اللي بينجزوا، ولكن بعض المدراء ما بدنا نشمل الكل، دائما يعني كلمة برافو أو شكرا أو حتى صرف مكافأة ما بيقدروا عليها ما بيعملوا. ليش؟ ممكن إنه مشان ما ياخد وش هذا الموظف، مشان ما ترتفع معنوياته زيادة أو يكبر راسه علينا. قدي هذا الشيء غلط وقدي ممكن يدمر ويحطم من معنويات هذا الموظف وبالتالي من إنتاجيته. ليكي إذا بنفكر حتى بدون عواطف هو عم يدمر المؤسسة وعم ينقص من أرباحها. دائما بيهمه صاحب العمل الاند ريزلت، قديش آخر اليوم واحد زائد واحد بيساوي اثنين، قديش أنا ربحت، قديش اسمي موجود، قديش علامتي التجارية مؤثرة. إذا كان عندي موظف وهالموظف منتج وبمكانه منيح وكان عندي مدير مسيء ما قدر يحفز هالموظف بطريقة إنسانية أو مادية، وجيت أنا خسرت هالموظف، إن كنت خسرته هو لساته عندي صار عبء بدل ما يكون إيجابي ما عاد أنتاج، أو خسرته إنه تركني واستقال، فأنا بالتالي خسرت كل شيء علمته إياه وفي عندي لسه كوست إضافي، تكلفة إضافية لما بدي أقعد دور على بديله وأرجع وصفه وأرجع خليه يشتغل محله. فهي بالنهاية الديد إند ريزلت، أنا عم سيء للمؤسسة، عم زيد تكاليفها وعم قلل أرباحها وعم خلي يصير في تسريب وظيفي من الناس المميزين. لما بيكونوا هدول الأشخاص موجودين بمفاصل العمل ومفاصل الإدارة بيسيئوا للمؤسسات، بيقللوا أرباحها وبالتالي بيسيئوا للاقتصاد. لهيك أوقات بتشوفي في شيء اسمه HR branding، مثل لما بتشتري شنطة لماركتها أنت بتقولي أنا بدي روح على الشركة الفلانية، ليش بتقولي هيك؟ يا ريت يقبلوني الشركة الفلانية، لأنه عاملين HR branding مزبوط. أنت سمعتي من أقرانك وزملائك أنه هنيك بيقيموا الموظف صح،
بيقدروه، بيدللوه، بيعطوه تدريب، بيحافظوا عليه، بيعملوا له عقد نظامي، بيسجلوه بالتأمينات الاجتماعية بالراتب الحقيقي، بيعطوه زيادة راتب محقة. فأنت بتصيري بتروحي بتدوري وبتجتهدي لتقبلك المؤسسة الفلانية. فهي المؤسسة بدل ما تقعد تدور على الموظف الجيد، بتهافتوا الناس الأعلى كفاءة ليفوتوا لعندها، وبالتالي بتحصل على أعلى إنتاجية وبتجذب أعلى ناس. المؤسسة اللي فيها الناس اللي عم تقولي عليهم اللي بتحطم الناس، بينزل تنزل قيمتها السوقية، فبالتالي تنزل أرباحها، فبالتالي تنزل قيمتها بعين حتى طالبين العمل، وبصير بيجي لعندها الناس الأقل كفاءة، وبترجع بتفوت بحلقة مفرغة من الفشل. خطرة كثير، خطرة كثير وعامة وموجودة بنسبة يعني ما أنا قليلة يعني. طبعاً. واليوم مثل ما ذكرنا ست شيرين، اليوم ضمن الظروف المتاحة يمكن، وخاصة الإمكانيات المادية خلينا نقول، يمكن هذا الموظف بحاجة للدعم المعنوي في حال لم يتوفر الدعم المادي. ذكرتي الأداء اليوم قدمهم أثناء التقييم، وقت أنا إدارتي بدها تقيم فريق العمل تراعي الفروق الفردية وطاقات الفرد. ليكي عملنا دراسات كثيرة موارد بشرية، لقينا أكثر المدراء اللي عم يحافظوا على موظفينهم هن مو يلي بيكونوا أعلى دخلاً. تصوري يعني أنت ممكن تكوني بمؤسسة لأنك مرتاحة نفسياً مع مديرك وعم يعاملك بهالطريقة الراقية الإنسانية، وعم يربط على كتفك ويقولك شكراً أو برافو أو اتطورتي أو فرقتي عن مبارح، وأنه ممكن يجيكي فرصة عمل تانية رغم كل وضعنا الاقتصادي السيء. أنا ما عم بحكيكي خيال، وانت تفكري 100 مره قبل ما تروحي على مكان العمل الثاني، لانه انت موجوده بمكان عمل يليق بك، حاسه بقيمتك الانسانيه، مع مدير راقي عم بيقدرك يحترمك ويشجعك. كثير بتلاقيها صعبه انك تغيري لشغل ثاني حتى لو افضل، حتى لو الراتب افضل. وانا صارت معي كثير بحياتي انه لما بيكون الموظف مرتاح وحاسس بقيمته الانسانيه وعم يتطور فكريا وعم تقولي له شكرا وبرافو، كثير بيستصعب يتركك ويروح لمكان تاني لو أفضل مادياً. بيفكر كثير قبل ما يروح، وهذا الشيء لازم يفكروا فيه المدراء ومؤسساتنا. وممكن العكس صحيح، ممكن تكون عم تدفع راتب عالي بس إذا هالموظف مهان أو ما عم يقدروا مثل ما قلتي الفروق تبع طاقاته، أو ما عم يقدروا يعطوه أهداف منطقية تتناسب مع قدراته والوقت، ممكن يترك الشغل لو كان الراتب جيد لأنه ما عاد فيه يتحمل البيئة تبع العمل. فالموضوع ما بيقل أهمية عن الموضوع المادي. طيب اليوم بما أنه حديثنا كله على هدول الأشخاص الموظفين اللي عم يشتغلوا وعم يتعبوا، قدي اليوم تنصحيهم أنه لأي درجة أنهم يتخلوا عن شغلهم بسبيل راحتهم النفسية، أو أنهم يلاقوا استحقاقهم بالمؤسسة أو الشركة اللي عم يشتغلوا فيها؟ شو بتنصحيهم بهيك حالة؟ ليكي كلنا كنا صغار واشتغلنا بمؤسسات مختلفة وواجهنا تحديات كبيرة، إن كانت هالتحديات من مدراء غير واثقين بنفسهم، أو كانت من مؤسسات ما فيها سياسات وإجراءات واضحة أو فيها أهداف واضحة. الأهم أنه أنا أكون بحالة تطور ذاتي، حط أهداف لحالي إذا كانت المؤسسة قاصرة، وأنه أعمل لحالي خطة لحياتي المهنية بمعزل عن المؤسسة إذا كنت مالي شايف حالي فيها بالمستقبل. يعني أهم من راحتي النفسية واللي هي ما بتقل أهمية، أنا وين شايف حالي بعد 5 و10 سنين، وأنه أنا أعمل خطة لحالي بغض النظر إذا المؤسسة عم تدللني، عم تحترمني، عم تعلمني أو لا. إذا موجود هذا الشيء من المؤسسة كتير منيح، إذا ما موجود أنا لازم أخلق لحالي المناخ اللي أتعلم فيه وطور مهاراتي حتى يجي الوقت اللي أقدر أتدلل وأختار. إذا كنت بمكان ما بيليق فيني أقدر دير وشي وقول أنا رح أروح لمكان تاني بيليق فيني، قبل ما نشوف الطرف التاني شو عم يقدم لنا، نحن شو عم نقدم لحالنا، قديش عم نكون marketable in the market، قيمتنا السوقية قديش عم تعلى، قدي عم نطور من مهاراتنا بشكل أنه ياكل هم المدير إذا نحن كنا مو مرتاحين أو مو مبسوطين. وإذا قررنا يوم من الأيام ندير وشنا ونغادر المؤسسة، نعرف أنه نحن حيكون في مكان آخر أكثر أهمية يليق بنا. هذا اللي بنفكره مع حالنا.
اليوم هذا الهدف هو حق شخصي لكل حدا فينا. يعني اليوم مثل ما قلتي نحن بكره شو اهم التطورات اللي حتدخل حياتنا، واليوم الثقه بالنفس وبالامكانيات جدا مهمه، ونحن بثاني فقراتنا رح نروح لنحكي عن الثقه بالنفس. بدي اتشكر حضورك لليوم السيده شيرين قسومه وحضرتك اخصائيه بعلم الموارد البشريه، نورتي صباحنا. صباح شكرا لك سيده شيرين، وان شاء الله هيك يكونوا كل المشاهدين الموظفين والمدراء واصحاب الشركات استفادوا من هاي المعلومات. شكرا لكم، ان شاء الله.